كل الشكر للزملاء في الإعداد والإخراج، عايشونا في أجواء أمم أفريقيا بالتقارير الرائعة اللي هو قدموها لنا دي. كنا نرجع للأستاذ أحمد الخضري والكابتن عبد الجليل يتكلم عن إن هو إن شاء الله يعني بيرى إن هو فرص مصر في إحراز اللقب الثامن أو الثامنة هتهنى زي ما الجمهور بيطالب. شايف فرص مصر يا أستاذ أحمد وأقوى المنافسين لينا في البطولة دي؟ بص، هو مفيش بطولة إلا مصر بتبقى مرشحة ليها. المنطق بيقول كده، أي بطولة سواء من بعيد، احنا شفنا مع كابتن حسن شحاته بيبقى بعاد قوي، بعاد في 8 وفي 10 بعاد قوي، لكن بتروح وبتاخد خطوه خطوه وبتوصل. ميزه البطولات دي انها لازم تاخد خطوه خطوه، ما ينفعش كده الدخل على طول كده يعني. فاملنا زي ما كابتن عبد الجليل قال، مش هعيد كلامه، كل لا منتخب متكامل، افضل هجوم في البطوله، افضل هجوم بلا منازع، عندك خط هجوم يعني ما حدش يقرب منه. طبعا، الفرقه متكامله. انا كان نفسي فيتوريا يبقى حماسه زي حماس اللعيبه، يعني فيتوريا الوحيد اللي قال مصر مش مرشحه للبطوله، لكن وجديد قوي ان المره دي صراحه قال هناخد البطوله، ان اللعيبه قالت انها هناخد البطوله، فلازم تصدق نفسك. لكن بس فيتوريا انا اقول لك في تاريخ عمره ما بعد بالبطوله، انا يعني انا لا لا بس ما بعدش بالبطوله رغم حياه حضرتك. لا لا، ما هو تاريخه دي قصه ثانيه، لكن هو يعني مش هيخسر حاجه لما يقول لك احنا الموال بتاع الكابتن جوهري في 98. لا، جوهري ده قصه ثانيه. طبعا قال لك احنا مش عارف بعاد خالص، لكن هو يعني كان نوع من الدعم او الثقه، لكن هي التوليفه والظروف والحاله والمسانده اللي فيها البلد وتصميم اللعيبه، لا بيقول ان احنا هنعمل حاجه. لكن في الاخر دي حاجه، لكن من بكره ما يوصلوا بكره كوت ديفوار قصه ثانيه بقى. اما البطوله تبدا قصه ثالثه، بتلاقي الايه؟ ما يعني انت في فرق بتبقى مش متوقع مين اللي هيكمل مين لصوت الحسابات ولغه الدفار الملعب بقى اللي بيحكم طبعا الارض كدا. هتفرق معاه ولا لا، اللعيبه، الطقس، الحاجات دي. لكن على الورق كده احنا طبعا مؤهلين ومرشحين للبطوله، مفيش كلام يعني. مع ان الحاله يعني هخرج بره الموضوع، يعني احنا الحاله كلها والبلد كلها بتساند. احنا شايف في اعلانات في التلفزيون غريبه قوي، اعلانات سلبيه، اعلانات بتكسر في اللعيبه وبتكسر في المنتخب. مين اللي سمح بالكلام الفارغ ده؟ ومين اللي وافق على الكلام الفارغ ده؟ والناس دي بتعمل لصالح مين؟ انا مش متخيل. انا لما بقعد اتفرج، لا مش ما احنا واخدينها بضحك، لا مش ضحك، انت ليه بتحبط الناس؟ ازاي يتوافق على حاجه زي كده؟ يعني اعلانات زي دي لازم تقف فورا. ازاي انت في وسط ان رئيس الجمهوريه رايح وبيساند والدوله كلها واقفه، تطلع نستخف دمنا ونقول اصل ايه وكلام؟ لا ستايل، لا مش يعني لا ستايل اعلانات دي لا يا فندم، يعني لا يا فندم، لا يا فندم، انت في مهمه قوميه، ستايل الاعلانات دي يروحوا يعملوا اعلانات مع نفسيهم، لكن انت دلوقتي في مهمه قوميه وفي حشد وفي الكلام ده، ما تهكمش على المنتخب. ماليش دعوه باشخاص، وانا ما عمري هل ممكن يكون لي تاثير سلبي على مش تأثير بس بسال بصفه عامه يعني. لا مش تاثير سلبي على اللعيبه، بس انا بتكلم في ايه؟ انت دلوقتي حاله الحشد، حشد يعني انت لازم تتكلم، كابتن عبد الجليل يتكلم، انا اعمل تويتر، انت ده يعمل مش عارف ايه، وده اي حد بيساند بطريقته. دعم، ما تتهكمش على حد. فانت مش هنيجي نهرج، ما انت عندك على فكره، انت جمهورك اللي في الشباب ده مشكلة. انت بتلاقي في ماتشات المنتخب تاني وتالت وعاشر الشباب بيبصوا الماتشات الاهلي والزمالك اكتر من المنتخب. الماتش الودي الاخير ده في كام واحد؟ طبعا انا عاوز اقول لك حاجة يعني، لا جاوبني، طبعا في كام واحد؟ طبعا لك بماتش، طبعا لو ماتش الاهلي او الزمالك هتلاقي قد 10 اضرب في 10 الجمهور. فانت مهما كان انا بتكلم، لا لازم كله يساند بطريقته، لكن ده مش وقت ان استظراف، مش وقت واحد مش عارف ايه، مش وقت تقول لي اصل ستايل، لا انا برفض الكلام ده. اسف، اقول لك حاجه، يمكن تصريحات أفشى عن عدم انضمام المنتخب يمكن استاثرت في الاعلام على اهتمام اكتر من تصريحات لعيبه المنتخب والمدرب. ده صحيح، ده صحيح، يعني تصريحات أفشى على الاستبعاد انا شايفها انها خدت استحوذت على حيز في الاعلام اكتر من الكلام اللعيبه عن لعيبه المنتخب وفيتوريا نفسه. ما هو طبيعي، ما هو طبيعي، انت ببص، ما ده خطوره الاعلام، انت خطوره الاعلام، خطوره التركيز على الاعلام، وخطوره السوشيال، هو السوشيال واهتمامها بتركيز على لعيبه الانديه اكتر. ما السوشيال انت ممكن واحد يعمل حوار ساعتين بتطلع منك كلمتين، واخد بالك، وانت ونصيبك بقى، وانت ونصيبك. فانا عايز اقول ايه، ان كله مطالب، لا مش وقته. انت في ساعات يعني عايزه كله يساند وكله ما يعني، هو مش في دفعات، في دفعات في لعيبه المفروض، في مش عارف ايه، في الماتش الودي دوت، انت بتلعب صبح ليه؟ انت بتلعب فتوح ليه؟ اصل طب الصبح الجول الثاني الجول الرابع ما بنتكلمش، انت في وقت لازم تساند. صح، بس فنيا من حقنا نتكلم برضه وجهات النظر. ايوه انا بقولش، لا انت الكلام بصيغه اللي يعني انت انا بسالك كراجل اعلامي، انت كان مع مشاركه صبحي؟ لا طبعا لا طبعا. انا ازاي يعني واحد ما بقاله 3 اشهر ما بيلبسش الكوره، انت بتدينا حق ان هو الحارس الثاني،
انت حر، انت اللي هتشيل شركه ولا بس. عندي يا كابتن؟ لا 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 هو لا مش عندي اصل خلاص، ما هو ضمه مش عندي. عندي ليه ممكن يكون يعني عندي؟ عشان انا خلاص اللعيب، لان هو كان بيتقال ان هو يبقى الرابع. لا فانت بتلعب بتقول للناس انا الثاني الماتش، فهو هيبقى صعب. بص انا فكرت التفكير، انا فكرت التفكير لكاس عالم اللي بعد الجاي، هو بيعد الصبح في بيعد هيعدوا بعد هو البطوله. هو ده يقعد انا هقول لا بس يعدوا بعد البطوله. انت قبل ماتش مهم زي كده هو دايما يقول لك بنزل في الاعمار. هو من الواضح اعمار ايه؟ انت على مستوى اعمار في البطوله. لا هو قال لك هنزل بعد البطوله والناس استجابت انه بعد يتمرن معاه ويتواجد معاه. سالنا الاداء ان هو يلعب النهارده المتوسط اعمار 28 وحاجه 23 سنه، ولا عايز يحطه في الماتش زي فتاح عشان بعيد عن الماتشات؟ مقوله متوسط اعمار دي مقوله مش صحيحه. انت فوق 28 سنه متوسط الاعمار. انا هو قال ان بعد كاس الامم، يعني هو قال هينزل بالاعمار بعد كده. لان مش طبيعي الاوراق الرابحه هو يعني طعم بعض العناصر الشابه، لكن انا بتكلم على فكره صبحي. انت شايف مشاركته دي اصل انت هتقول لا اصل بيجهزه بعد امم افريقيا، وانت اخر بروفه الختاميه قبل امم افريقيا بعيده برضه. انا مش لاقي لها برضه يعني انت لو الشناوي ما لعبش انت هتلاعب ابو جبل. التفسير الوحيد ان دول بره بعيد قوي فبيدوم حصيله ماتشات بقى لهم ثلاث اشهر ما بيلعبوش، لكن غير كده انا مش شايف لها اي تفسير. وبرضه بتاعته في الاخر يلعب فلان يلعب طبعا في الاخر قراره إيه. دي بتاعته ما فيهاش اي كلام، لكن طبعا اتحدى ان حد كان يتوقع ان الصبح يلعب. لكن اللي يقول لك اصل كنت عارف، لا ما حدش عارف. لا لا ما حدش عارف، كان يتوقع. احنا مصنفينه رابع لا ومفاجاه انت رايح معاك كده بتاخد، لكن انت يجي ويلعب لا طبعا مفاجاه كبيره. تتوقع مين يا كابتن يكون منافس كده في لمصر بقى؟ يعني المغرب السنغال هم اربع فرق بنتكلم عنهم يعني طبعا يعني الاثنين المغرب والسنغال دول يعني هم اكتر منتخبين محافظين على مستواهم كمان، يعني بيطوروا من مستواهم ما بتوقفش. والمغرب برضو رغم انه الاستاذ احمد بيتكلم مثلا الجيل اللي هو في كاس العالم ده اتغير منه لعيبه كتير، يعني ممكن في عناصر كتير هنشوفها جيلها ما كانتش موجوده في كاس العالم، بس ده عشان في تواصل اجيال هناك وكل المنتخبات بتحقق انجازات. السنغال كوت ديفوار نيجيريا برضو لعيب اسمنه في اكتر من لعيب برضو مميز. في بعض الاسماء ممكن تحصل مفاجات، الناس بتتكلم مثلا عن منتخبات قويه الناس مش واخده بالها مثلا زي الراس الاخضر. في منتخبات موجوده ممكن تحقق مفاجات. خد بالك ان بوركينا فاسو مرتين ثلاثه بتطلع ثالث او رابع يعني من الفرق اللي كانت البطوله عندها من فتره كده. ولكن المرشحين الاربعه اللي في المربع مصر والمغرب والسنغال وساحل العاج عشان خاطر ارضها والارض وكده. ممكن فرقتين وانا قلقان من فرقه هي كان نيجيريا، يعني نيجيريا كانت بعيده قوي وبتتسحب سنه سنه. كان دايما الكوري يقول لك الله يرحمه دايما المقولات بتاعته الواحد ما بينساهاش، يعني يكون لاعب مثلا كينيا وكينيا ضعيفه ساعتها يقول لك لا الفرقه دي بتقفل على نفسها وبتنطلق بعد خمس ست سنين. انا فاكر ان قال كلمه على بوركينا فاسو قبليها بفتره وفعلا نضجت جامد فدايما الفرق الصغيره اللي ممكن تقلق منها يعني اللي هي ليها تاريخ بس زي غانا نيجيريا الكاميرون ممكن يحصل لها طفره. انت شايف البطوله بطوله الكبار ولا هتبقى بطوله مفاجات؟ لا ما فيهاش مفاجات، هتبقى بطوله الكبار. هيخش معاهم الجزائر يناوش تونس احنا مش في الحسبان ليه مش عارف، مع انها برضو من الفرق اللي ممكن تعمل. ففي حوالي ست سبع فرق هيتعبوا بعض في الاخر، انما حته مفاجات جامبيا كاب فيردي موزمبيق انجولا لا مش هيوصلوا لحته بعيده الفرق دي. يعني هتكون البطوله دي للكبار الزحف؟ لا 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 ممكن مفاجات، اصل انت مفاجات واحنا بنصنف مصر مغرب سنغال طب وكوت ديفوار طب والجزائر طب وتونس طب وغانا انت ضامن؟ فلما تبدا البطوله لا ليها حسبه ثانيه. طب حاله التفاؤل الشديده اللي عندنا دي كلنا بصراحه يعني كلنا حاله تفاؤل، واحنا المره دي يعني حاسين خلاص مش هيتكرر ثاني مش هنوصل لحاله التفاؤل دي مش هنرجع بالكاس يعني الناس المره دي يعني حاسه لا هو الكاس ده بتاعنا. مش قلقك حاله التفاؤل الشديده ده يا استاذ احمد؟ طبعا هي يعني هضحك عليك لا طبعا تقلق طبعا سلاح ذو حدين سلاح ذو حدين طبعا، لكن هي يعني اعتقد ان هي تستثمر تبقى صح ايجابيه بطريقه ايجابيه. دي احنا ما وصلناهاش قبل كده من زمان القصه دي ان كله رايح وان احنا هنروح بالكاس هنرجع حاجه جميله حاجه قويه طبعا. التفاؤل دي تصب يعني في من سنين في طريقه لعبنا كمان ان انت رايح تكسب ورايح تهاجم ورايح ما فيش بقى الطرق الدفاعيه دي وان انت رايح هتفرق. فيتوريو عمل شخصيه للمنتخب زي ما شفتها. انا يعني بالنسبه لك شخصيه هو كمدرب عجبني
كمدرب عجبني. انا ماليش دعوه بالماتش الاخير، الماتش الاخير ده اصل هتقول ايه؟ اللعيبه خايف على رجلها، اللي انت مش اكيد اي لعيب خايف برضه تجيله اصابه ما يلعبش، في لعيبه بتتجهز فيه مش هاخدها مقياس. اوحش لكن ماتشات بتتلعب دي اللي قبل السفر. طبعا طبعا انت انت ادرى يا كابتن بتبقى لعيب خايف حد يدخل ده في نني كان حد شفت دخل عليه كان ممكن صح ما يسافرش فكره الاصابه. فطبعا دي لكن خاصه يعني في المعسكر خسرنا اثنين في المعسكر الاعدادي يعني اصابه. فكان مدرب، لا انا شايف ان هو مدرب، انا شايفه مدرب كويس هجوميا هجوميا كويس، طورنا شخصيه مع المنتخب مع جيل جيل مميز قوي في يعني انت ما احنا جيل جيل غير عادي الجيل ده ينقصه ينقصه البطوله دي التوفيق. لا البطوله دي يعني طبعا اكيد طبعا البطوله دي نساء اهل كاس عالم نساء البطوله الافريقيه وخلاص انه قرب منها مرتين وراحت من ايده. لا ما هو قصه ان لا اصل احنا نركز كاس مفيش الكلام ده، احنا المصريين لا يقبلوا بالكلام ده، احنا عايزين دي ودي. ما دايما واحد يسالني يقول لي لا لا طب دي ولا دي؟ لا هو تاهل قبل كده اقصد لكاس العالم والمره دي هو اللي ده قدام البطوله الافريقيه ان شاء الله اللي جايه قادمه ان شاء الله ان شاء الله. هو تحس ان هي تبقى حاله كده واحساس عند الناس كلها ان ربنا هيكرم ان شاء الله ان شاء الله.